تخلي الأب عن أبنائه الثلاث في سن مبكر جعل منهم جنات. يا أخي خلاص أنا كبرنا وخرجنا. إيه يا أمي، ما خلاوكمش تعانكي، ما خلاوكمش تخدموا ولا ديروا كاش حاجة، ما كنت حطوا باب الواد، ما كنت حطوا يدوم يخرجوا على الموس. كان يقرأ بنتي، أخرج مدبدبة بنتي لليوم يتقولي يما ديه الطبيب. ها؟ الله يا بنتي ما نكذب عليك، قعد اخترى عام اخترى عامين كل اخترىش غير هاد الخرانية اللي قعدت 6 شهور فيها، ماشي مرة وحدة، واحد 5 خطرات، وهما موراهم وراهم، هما كانوا لاباس عليهم، كانوا ساكنين وقاريين وتقدري تسكسي عليهم وين كانوا ساكنين، بصح باباهم يا بنتي هم لهم، الخراني هذا شريف، هذا ليكواني يا بنتي، الخراني الدوابات روح اقسم بالله يا بنتي، اقسم بالله اقسم بالله يا بنتي غير الدوابات. كان في عمره 18 سنة، كان في عمري وراني مامية في الكاديات، أجي تشوفي الحالة تاعي أنا نوريكم، صح ما عليش كي يكونوا ولادي معايا الدنيا وما فيها، كي يكونوا ولادي معايا الدنيا وما فيها، طلبوني يا بنتي راني كنت في راسي ونادي يا بنتي، يصدموا يكسروا لي البيبان ويصدموا عليا، ها يجوا يديروا لي تهامي وأنا ما كانوش كاع ولادي في الدار، كاع كانوا في الحال. خالتي عائشة لا تزال اليوم تترقب عودة شفيق الذي دخل السجن طفلاً، السجن الذي حرم أمه من رؤيته يكبر ويصبح شاباً يافعاً. الساعة تشير إلى 3 مساء، سارة ومريم يغادران المنزل الواقع بحي قزديري يصعب الوصول إليه. الوجهة مكان مهجور بعيدا عن الأمطار كي لا يتذكرا طفولتهما القاسية، حياة صعبة وظروف قاسية جعلت مريم تدخل عالم الانحراف. جبت البياف تاعي وخرجت، خرجت باسكو كان عندي مشاكل كشغل في الدار، ما كاش كيفاش كانوا بابا وماما يضربوا بزاف، ما تقدرش شغل تلفزي، كان بابا يضرب ماما بزاف، يقولها روحي اعطيني ولادي، ما تدخليش روحك في ولادي، شغل ما خلاهاش تربينا كيما حابه هي تربينا على الطاعه والدين، حبنا شغل كاع نخرجوا طريق، شغل ما حبش نريحوا آلاز عائله وحده نورمال، دوكا فرقنا كل واحد وين. دخلت في المليون من هناك شغل بدات، دخلت شغل وليت نتكيف نشرب ما على باليش كاع بيها، تعيط لي نقولها انا ياك ماشي بنتك نشارشيك شغل ما باليش، انا خرجت للزنقة وحدي ومن بعد وليت نشوف شغل البنات يتكيفوا يشربوا، قلت هاد المعيشة هادي كاع البنات ما عايشينها انا تاني نعيشها. حياة مليئة بالمشاكل جعلت مريم تدخل مراكز وسجون دون أن تجد من ينتشلها من الضياع. بديتها بالسنتر تاع بليداك شغل الاهتمامات تماتك على جال هاد الطفله هادي، ومن بعد شغل حبسوا لي القضيه عاودوا ديماروا فيها،
عاودت وليت نشعل عليها ومن بعداتك ريحت عام و 8 شهور في السونتر ومن بعد داوني للحبس طونسفير. ما نكذبش عليك انا الحبس زاد شغل جهلني ماشي باسكو ماشي ما تقدريش تعيشي في الحبس مشاكل. الضحية هنا ليست مريم فقط بل حتى بلال الذي جاء إلى هذه الحياة بطريقة غير شرعية من أم لا تزال قاصرا. ظروف سارة لا تختلف عن صديقتها. أنا كنت تربية في دار مالي ما ربونيش بابا ويما شغل كفاش تمات تماني قعدوا غير رجال سما لازم نطلع عند والديا. كي طلعت عند والديا شغل ما كنتش مربية كبيرة معاهم سما ما نعرفش عقليتهم مليح. كي طلعت وليت نشوف عفايس عيانين أنا ذاك الوقت أنا ما كنتش نعرف واش معناتهم صافي ما كي كبرت ديكوفيت بلي عفايس عيانين وشغل دارنا ما ديك نقول لك عندي ما نقدر نقول لك حنينه ما نقدر نقول لك مسمومه باسكو علاش نص حنينه عليه ونص ماشي حنينه. انا حسيت بلي كرهتني تعايرني تشرشي لي تبيكي خالتي عليا شغل ما تصرفش عليا تشيل خياتي انا ما تشريليش تي ما تعذبني. بحرت خمن زد بحرت مناقش خفت ما حبيتش ندخل الدار قعدت في الحومه تعرف هذيك الشهرين ما خلاص ورحت لافوني تاعي يعطوني شرب شراب بالسيف الضرب كان شغل بير بزاف بزاف بزاف. كنت انا وحده صاحبتي ومن بعد هذيك شكيت بيهم خرجوا برا ما فهمتش دوك انا علاش وقت كنت صغيره الدوسي تاعي دوك في الدار تاع بي مدرس مازالو ما تقولش انا نكذب ولا خرجوا برا ما فهمتش دوك انا وما ديت مين با حقي زادوا داوني للسونتر شغل انا المظلومه زيد رحت للسونتر رحت للسونتر قعدت تعرفت بنات حكايات واحد اخرين تسمى تعرفي لي سيتياسيون تاع ناس واحد اخرين توفش شويه كنت كنتقلق من كوي لحمي نضرب لحمي تعلمت لي وشام ولا زعما وحده تسرق باش تاكل وليت نعرف زعما قالها تلق وين تدي فهمتي كل طرق هادو كاع وليت نعرفهم كاع. اول جريمه والله غابه كي تفكرها غتغيطني عمري قالت عندي حبيبتي غير قولي شغل مزوجة مع واحد عرفي وداروني فيغساغ وردنا شغل صحابنا دوك حنا على غالب دوك حنا دوك البنات شغل تربينا في الزنقة شغل دوك ما كاينش واحد انسان ما نقولو واحد وقف معايا ولا دار فيها خير دوك تكون عندي مناسبة ما نعرضوش ولا ما فهمتي شغل كاع خاوة خيات بيناتنا درنا حفلة كنا بزاف درنا حفلة صدمو لي جوندام لونا دعارة. انا دوك ربي كتب لي درت جريمه ولا لا غالب هذه الدنيا الناس قالك الحبس في الظالم فين مظلوم قلت انا غلطت خلاص غلطت خلصت انا درت صح ما تغيبنيش عمري باسكو انا اللي جبتها بيدي. دوك انا ربي كتب لي ندخل الحبس نجوز انا قالوا لي دخلي تجوزي عقوبه تاعك وتخرجي ما قالوش دخلي حاشاك تحملي الرخص والدل وتجي خارجه. طبت مارست علاقات غير شرعيه سرقت شميت كيف المخدرات شميت درتهم كاع باسكو درتهم دوك نقول لك درتهم ماشي كون بيا الخير ما نديرهمش انا وحده ديجا كي نديرهم كره روحي